رحت الفندق ليه يا سليم؟ مراتك كانت هناك مش كده؟ بعد كل اللي حصل وكل اللي قلناه في الاخر برضه اخترتها، بعد كل اللي عملناه معاك واستحملناه برضه في الاخر عايز تسيبنا وتروح لها. خسارة يا سليم، للدرجة دي بتحبها؟ دي ما بتمشيش معايا. انت عمرك ما كنت معانا ولا عملت برسالتنا. فوق بقى. فوق كفايه تمثيل، انا وانت هنا لوحدنا ما فيش حد موجود. مش لازم تطلع لي عده النصب. دي عقيده يا سليم. عقيده هفضل طول عمري احارب علشانها. عشان غبي. من ساعة ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشة دي ليه؟ ملقتش إجابة غير إن أنت فاشل وجاهل، ورحت لميت شوية العيال الغلابة دول حواليك بالكلمتين اللي أنت حفظتهم وضحكت عليهم بيهم وضحكت عليهم باللقمة اللي بتديها لهم، فحسسوك إنك ملك وأنت ولا حاجة. أنت لو جابولك السلطة لغاية عندك مش هتعرف تعمل بيها حاجة، لأنك فاشل وجاهل وغبي واخرك تضرب بالرصاص. بس انا كمان غبي. غبي عشان جه وقت مشيت ورا واحد زيك. انت فعلا غبي يا سليم. عارف ليه؟ عشان الجاهل. اللي واقف قصادك ده عرف يجيبك يا باشمهندس يا متعلم يا بتاع المدارس ويخليك تعمل اللي هو عاوزه برضاك. بقيت ملكي يا سليم، ملكي. كل اللي انا عايزه منك بتعمله. انت راضي؟ زي ما رحمتك من حكم الإعدام زمان، جه اليوم اللي أنفذه فيك دلوقتي. إيه؟ دي كمان مش قادر عليها؟ لسه يا سليم، ميعاد موتك ما جهش. هسيبك كده لحد ما نخلص اللي ورانا وتشوف بعينك هنعمل ايه لما نوصل، لما تعرف غلطتك ساعة ما خرجت عن طعنة. ساعتها بس هيتطبق عليك شرع ربنا. أمرك يا شيخ. رد على رسالة معتز وقول له يجهز، أنا اللي هروح أقابله. طيب والباشمهندس؟ اعمل اللي بقول لك عليه من غير كتر كلام. حاضر يا شيخ. ما قلت لك مش هموته يا صالح. سليم هيموت يعني هيموت. دلوقتي بعدين هيموت.
وهتشوف. رد عليك؟ امتى وفين؟ فين؟ انت متأكد؟ طيب ماشي، اتحرك روح له. طبعا تروح تقابله، مستني ايه؟ وزي ما فهمتك. ايوه يا فندم، معتز اتحرك دلوقتي عشان يقابل سليم. ادخل. ايوه تمام يا حمزه، تمام باشا. طب بقول لك ايه يا حمزه، اتصرف انت واحنا هنتحرك. مع السلامه. في يا صبري باشا؟ خير. معتز رايح يقابل سليم. فين؟ في محطه المترو، واحنا لازم نعمل حسابنا كويس جدا، لان لو اي حركه غلط سليم حس بيها وهو في وسط الناس هتبقى مصيبه كبيره. ساعات ما جيت هنا وانا بفكر واحد زيك عايش العيشه دي ليه؟ ما لقيتش اجابه غير ان انت فاشل وجاهل. رحت لميت شويه العيال الغلابه دول حواليك بالكلمتين اللي انت حفظتهم، ضحكت عليهم باللقمه اللي بتديها لهم، فحسسوك انك ملك وانت ولا حاجه. مساء الخير يا غادة. مساء النور. ممكن اتكلم معاكي شوية؟ اه طبعا، اتفضلي. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انا مش جاية النهاردة كصحفية، مش جاية اعمل معاكي حوار ولا اخد منك خبر. انا بس المرة اللي فاتت لما اتقابلنا ما كانش في اي فرصة ان انا اتكلم معاكي. اتفضلي. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اعتذر لك. أنا لما جيت أعمل معاكي حوار إنتي ومامتك، أنا فعلاً كنت بعمل شغلي، ما كانش قصدي خالص أنا أدخل في حياتك الشخصية ولا ضايقك بأي شكل من الأشكال. مفيش مشكلة، حصل خير. أصلاً الموضوع عدى عليه وقت طويل وأنا نسيته. طيب في حاجة كمان محيراني. إيه؟ قولي. أنا اشتغلت على موضوع سليم ده كتير جداً، يعني عرفت حدوته من أولها لآخرها. الحاجة الوحيدة اللي مش قادرة أفهمها في الموضوع ده هي انتي. تقصد ايه؟ يعني ازاي بعد كل اللي عرفتيه ده وبعد كل اللي حصل وكل المشاكل اللي تعرضت لها بسببه، ليه ما سبتيهوش ومشيتي؟ تقصد ايه؟ اقصد يعني بعد كل اللي عرفتيه عن سليم وبعد كل اللي تعرضتي له والمشاكل دي كلها، ما سبتيهوش ومشيتي ليه؟ عشان بحبه. عارفه انه صعب عليكي انك تفهمي، عارفه انه صعب على اي حد انه يفهم. انا نفسي ما كنتش فاهمه انا بعمل كده ليه. كل ما اخد قرار اني ابعد واسيب كل حاجه ورايا بضعف، ما بقدرش، بلاقي حاجه موقفاني، حاجة كده شداني ليه. وبالرغم من كل اللي عمله
وبالرغم اني عارفه انه ما ينفعش بلاقي نفسي بسامحه كل مره زي الام بتسامح ابنها مهما عمل. ما تستغربيش لو قلت لك ان انا كل يوم بفضل مستنيه سليم انه يرجع وياخدني ونعيش مع بعض حياه حلوه زي اللي كنا عايشينها مع بعض. لدرجاتي بتحبيه؟